الإمام الصادق يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن، تدري المؤمن اللي ارتكب اللمم، ارتكب بعض المعاصي، إذا رب العالمين نصبه للحساب أمام الأنبياء، أمام الأئمة، أمام أهله، أمام جيرانه، أمام أصدقائه، فضيحة فضيحة. الإمام يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه. الله يحاسبه بعد ما يودي عند الملائكة وأمام الخلق، الله يحاسبه بينه وبين عبده، فيقول عبدي فعلت كذا وكذا، تتذكر هاي المعصية ذيك المعصية. طبعا حتى لرب العالمين يحاسبنا وحده بيننا وبينه، وحده هاي لازم يخجل من الله. رب العالمين يقول تذكر فلان وكان ذكرتني وعصيتني، كان في بالك أنا والحساب والكتاب، ومع ذلك أصريت على المعصية. يقول عبدي فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فيقول نعم يا رب قد فعلت ذلك، فيقول قد غفرتها لك وأبدلتها حسنات. فيقول الناس سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدة، الناس ما يشوفون حاسبوه تفضل إلى الجنة مباشرة، لا رب العالمين حاسبه بس حساب يسير، وهو قول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. حتى أهله ما يعرفون عنه شيء.